هو فيلسوف وطبيب وفلكي وفيزيائي مسلم، ولد في قرطبة. كان مغرما بعلوم الفلك منذ صغره، وحين بلغ عمره 25 بدأ يتفحص السماء، وقدم للعالم اكتشافات وملاحظات فلكية جديدة. واكتشف نجماً لم يكتشفه الفلكيين الأوائل، له مؤلفات عدة في 4 أقسام، شروح ومصنفات فلسفية وعملية، شروح ومصنفات طبية، كتب فقهية وكلامية، كتب أدبية ولغوية. ومن أشهر كتبه كتاب تهافت التهافت. فمن هو؟ ابن رشد، ابن ماجه، الفارابي.